تحية طيبة متابعينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر قناتنا على النايسات وصفحاتنا على الفيسبوك، وأهلا بكم في أولى الحلقات التي نبثها من هنا من قلب الأراضي السورية وبالتحديد من داخل مدينة حلب في المدينة القديمة، حيث تعتبر مجموعة إحياء حلب القديمة من أهم الشركات التابعة لمجموعة قاطرج القابضة، والتي تعنى بإعادة وتأهيل وترميم كل القديم في المدينة القديمة بعناية ودقة من الألف إلى الياء. الكثير من المشاريع تم تنفيذها وتنفذ، وهناك مشاريع مستقبلية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير، ومن ثم نعود لنغوص بتفاصيل الأحجار ومشاريع حلب القديمة من هنا من داخل عاصمة الصمود. تخريب حلب وطمس معالمها التاريخية وتدمير الحجر قبل البشر هدف عملت عليه التنظيمات الإرهابية المسلحة فور دخولها لأحياء حلب القديمة، فقامت بتدمير ممنهج وفق خطط مدروسة زودت بها من قبل الأعداء. ومنذ تحرير حلب من دنس الإرهاب ورجسه كان لابد من تأسيس شركة أساسها إعادة الألق والإعمار بطريقة تحفظ تراث المباني في أحياء حلب القديمة، وانطلقت باسم إحياء حلب القديمة. العديد من المباني والبيوت العربية والعقارات عملت الشركة على نفض غبار الإرهاب عنها بأياد وطنية خبيرة مختصة بإعادة الوضع لما كان عليه سابقاً بل وأفضل، والصورة أبلغ تعبير عن نفسها. الشركة أبرمت العديد من المشاريع لتنفيذها، منها ما نفذ ومنها ما هو قيد الإنجاز. نذكر منها مشروع حمام الميخان الذي يضم مجمعاً سياحياً وحمامين وفندقين وأسواقاً تجارية ومطاعم. كما وقامت الشركة أيضاً بإبرام عقد لتنفيذ إعادة بناء فندق الكارلتون الذي فجره الإرهابيون بالكامل، وامتدت إلى الأرض المجاورة له أيضاً لتقوم ببناء مجمع سياحي تجاري خدمي. وكل ما ذكر سينفذ وفق الأنظمة والضوابط لتراث المدينة القديمة. الشركة كذلك تقوم بتنفيذ مشروع حمام الزمر وكراج السفاحية، كما وقامت بإعادة ترميم مئذنة جامع العادلية بالكامل. واليوم
لا استقبال لزائر هذا المكان إلا بفيض من الرقي وبحرة البيت العربي الذي ضم العاملين في الشركة هدفهم استكمال حماية تراث الشهباء وماضيها من الاندثار، وقدرهم حمل الهوى المشرقي ليجسدوا ما رسمه الآباء السائرون على خطى الأجداد ويكرسوا الأصالة العابقة بين خشب هنا ودوات هناك وحرف مرسوم بإحساس الزمان به وبالمعاني وبإحساس الزمان كذلك بالأعوام التي عاشتها الشركة من إصلاحات وعمليات تأهيل. قمنا بعرض جزء بسيط منها في مقدمة تقريرنا، وبقي أن نشير إلى المشاركة بالتجهيز الكامل لاستضافة حلب وقلعتها عرس الاستحقاق الرئاسي. هذا ما حكمت به التشاركية بالأفكار والتخطيط والتنفيذ وروح الفريق. المنتهى يقول: ألق شهبائنا سيملأ العالم، أما الطريق إلى ذلك فمعبد بواحد وعشرين حرفاً هي بالذات مجموعة إحياء حلب القديمة. إذن كما تابعتوا معنا متابعينا هذا التقرير، وهو يعني غيض من فيض الحقيقة عن حجم العمل الكبير الذي تقوم به مجموعة أحياء حلب القديمة التابعة لمجموعة قاطرج القابضة. مزيد من التفاصيل نرحب باسمي واسمكم بالمهندس أحمد خزران المدير العام لمجموعة أحياء حلب القديمة. أستاذ أحمد الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين أستاذ شادي، شرفتونا. هذا يعني احكي لنا شو هاد، من وين طلعتونا بكل هالشغل؟ مع بدء تحرير حلب ونفض الغبار تم الانطلاق بمشروع بدأ منذ عام 2004 لأحياء حلب القديمة واستثمارها والبدء بتوظيف العقارات العائدة والمملوكة للمجموعة ضمن النسيج العمراني المميز لمدينة حلب القديمة. هذا بال 2004. مع بدء الإرهاب وتوقف العمل بحلب وسيطرة العصابات المسلحة على جزء كبير من حلب القديمة وتدميرها تدمير شبه كامل ممنهج، مع بدء تحرير حلب تم إعادة هيكلة بفكر جديد وبإعداد كوادر علمية فنية هندسية اختصاصية لتوظيفها في مرحلة إعادة إعمار حلب القديمة. ومن هنا انطلقنا باختيار اسم وانتقاء اسم أحياء حلب القديمة، مجموعة أحياء حلب القديمة. أحياء حلب القديمة فعلا حلب في المرحلة الحالية، حلب القديمة تحتاج إلى أحياء كون استنزفت اقتصاديا وعمرانيا، دمرت اكثر من 8% تقريبا. بالضبط دمرت بشكل ممنهج وبشكل شبه كامل. طيب ليش سميتوها مجموعه؟ يعني مجموعه نحن بنعرف انه هي فيها عده شركات، طيب هي الشركه عم تختص بمجال، ليش سميتوها مجموعه؟ مجموعه لان كون تم توظيف كوادر مختصه في مختلف المجالات. نحن عندنا مديريه تدريب وتاهيل استقطبت الشباب العلمي الخريج الجامعي من خريجي الفنون الجميلة والآثار والمعاهد الفنية المختصة وتوظيفهم ضمن هالمهن والحرف التقليدية التي تكون اندثرت في المرحلة اللي نحن فيها، وهي مختصة بتاريخ حلب القديم كمدينة قديمة، في تاريخ حلب القديم بنسيج العمراني وبإحياء هذه الحرف والمهن وتوظيفها في المكان الصح في مرحلة إعادة الأعمار. طيب قبل ما نكمل، يعني هذه المديرية التدريب والتأهيل استقطبت أعداد كبيرة خلال السنوات السابقة من الخريجين من المعاهد. نعم. والكليات المختصين. نعم. أهلتوهم، دربتوهم، جبتوا له الناس عم تشرح لهم كل هالشيء. نحن هذا فيما يخص المهن الجامعيين والمهنيين، رح ننتقل على باقي المهن. بالضبط، نحن من فور تحرير حلب انطلقنا بإعداد الكوادر. طبعا هالمرحلة هي من بدء تحرير حلب لتاريخ لنهاية 2021 هي بدء هي مرحلة إعداد كوادر وتدريب وتأهيل مع تنفيذ مشاريع، عدد من المشاريع، تنفيذ عدد من المشاريع مع القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. والمديرية مستمرة بالتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية. عندنا نخبة. طيب. من الاختصاصيين والأدمغة التي تساهم في إعادة إحياء هذه الحرف التقليدية القديمة المميزة في حلب القديمة. يعني هذا شيء جميل إن عم نشوف الخبرات عم تنعطى للأجيال الحالية لحتى تمشي لقدام فيها. نحن هون مميزين في شغلة
الخبرة هي عبارة كانت عن حرفة. نحن استقطبنا الخريجين الجامعيين المؤهلين سوية علمية، عم نوظفهم، عم يعني الحرفة عم تندرس علميا ومهنيا وفنيا، المخرجات عم تكون 100% مع تميز. يعني أنا عندي العجمي طورنا عليه ودخلنا في مراحل مهنة العجمي، هي مهنة دمشقية استقطبناها، نحن استقطبنا الخريجين والمميزين وأهلناهم ودربناهم وطورنا عليها. طيب هلأ نحن عم نشوف النافذة الثانية، عرض للمهن اللي اندثرت لنقول بسبب الحرب ضبط. قبل كانت موجودة نعم. بس لكن ما بها التطور. هلأ خلينا نبلش بهالمفروشات وهالكذا بعدين ننتقل للحرف اللي جوا هالمبنى. مهن أضفناها اللي تعطي طابع مميز للمدينة القديمة، في عندك الفسيفساء ما موجود في حلب سابقا، نحن استقطبناه ودربناه وهزبناه لنطالع منتج مميز من ناحية الفسيفساء. عندنا العجمي كمان منتج مميز، عندنا الرسم على الرسم على البلور عم نشوفهم، عندك الحداده العربيه، الحداده العربيه الاصليه بدون ما نلجا للحام، شلون كانت الحداده العربيه في البيوت العربيه القديمه، الطراز الحلو الهادي اللي بيعطيك جماليه خاصه في المدينه. كل الارضيات شفناها تحت البلاط المطبع، طبعا البلاط المطبع في عنا قمنا باحياء جميع المهن التي كانت تستخدم في المدينه القديمه وخارج المدينة القديمة في بقية المحافظات مثل دمشق مثل حماة مثل يعني عملتوا مزيج. عملنا مزيج، لاحظنا الأسخف كمان يعني تحت منفذين سقف كامل. طبعا أنا هلأ سقف عجمي بالضبط، الآن أنا بهذه القاعة وهذا البيت العربي ما هو مقر يتبع لمجموعة أحياء حلب التابعة لمجموعة قرطاج القابضة، يعني شفتوه بالتقرير مدمر كان بالكامل كيف رجع. الآن هذه المهن الكبيرة اللي عم نشوفها وتحتاج فعلا لعناية دقيقة، عدد الآن رح نقول رح نحكي عن المشاريع بس بدي عدد اليد العاملة الآن، الفرص الآن الحالية والمستقبلية. حاليا الكادر الهندسي والفني والإداري والعمالة والكوادر المؤهلة للتدريب فيما يقارب 500 شخص حاليا كادر مجموعة أحياء حلب القديمة. نحن نطمح إلى زيادة العدد إلى أضعاف مضاعفة خلال 2022، كون سنقوم يعني مرحلة الإعداد والتأهيل هي كانت حتى نهاية 2021، مرحلة العمل والبدء بالاستثمار بمشاريع كبيرة ومميزة هي عام 2022 بإذن الله تعالى. كم فرصة عمل ستخلق بال 2022؟ نحن نطمح في 2022 إلى خلق 4000 فرصة عمل. حالياً قد إيه؟ حالياً 1500 فرصة عمل تؤمن مجموعة أحياء حلب القديمة في مشاريع. طبعاً نحن عندنا مشاريع، هلأ نحن وقعنا في 2020 عقد استثمار إعادة بناء وتأهيل فندق الكارلتون اللي دمروه بالكامل، اللي دمر بالكامل. مساحة الأرض 7300 متر، مساحة الطابقية 4500 متر مربع، على باركينج على منسوبين تحت الأرض. هذا مشروع واحد، مشروع واحد طبعا فيما يوازي بالخط المقابل عندنا مشاريعنا الخاصة، مشروع كراج السفاحية، مبنى السفاحية والعقارات المحيطة فيه. طيب مساحة طابقية هلأ موجود معنا بكراج السفاحية زميلنا صبحي عكش. صبحي أين أنت وماذا لديك؟ نعم تحية لك شادي، أنا الآن متواجد في مشروع إعادة تأهيل كراج السفاحية بحلب القديمة. عم نشوف حركة مكوكية، عم نشوف حركة عمال ضخمة بهالمشروع هذا. لحتى نطلع على تفاصيل أكثر رح ينضم لي حاليا على البث المباشر المهندس منذر جبس مدير المتابعة بشركة أحياء حلب القديمة. يسعد أوقاتك أستاذ. أهلين أستاذ، أهلا وسهلا. تطلعنا شوي عن تفاصيل العمل بهالمشروع وتفاصيل العمل بمشاريع أخرى. نعم نحن حاليا بمشروع إعادة تأهيل كراج السفاحية والمواقع المجاورة له، حاليا عم يجري إعادة الترميم وإعادة تأهيل المبنى بشكل كامل لإعادة استثماره في خدمة وأحياء مدينة حلب القديمة وإعادة ما دمره يد الإرهاب الغادرة. حاليا نحن إذا لاحظت أستاذي عم يتم حاليا أعمال الزريقة للقبب حاليا بده يتم اكساءها بنماذج مماثله للمدينه القديمه وتعطي روح المدينه القديمه. اذا تفضل معي عم نشوف نحن موضوع الاقواس، موضوع القبب. حاليا نحن بنلقي نظره على موضوع
الموقع اللي تم فيه التفجير الغادر اللي هو هون كان، مثل ما أنك ملاحظ عزلنا الواجهات الحجر، يعاد تأهيله بالكامل. تمام، تأهيله بالكامل، مثل أنك ملاحظ الدمار الهائل لحوالي الموقع. حاليا قمنا بإعادة فرز الحجر من الموقع، ورجعنا جمعناه بموقع لإعادة تدويره واستخدامه بالمشاريع القادمة إن شاء الله لإعادة إحياء المدينة القديمة. الحجر القديم نفسه بالضبط، نفس الحجر، إعادة تدويره وتشغيله لاستخدامه بتأهيل المدينة القديمة وإعادة ترميمها وإعادة روح الحياة لإلها ونبض الحياة. في هذا القسم كمان عم نشوف أحجار قديمة كمان عم تنصب. هلا موضوع هاي شو عم نعمل؟ تمام، هي موضوع الأحجار القديمة، هي نحن حاليا عم جمعناها من مواقع طال التفجير، عم نرجع نحن بنجمعها وبنرجع بنساوي إعادة تأهيل وترميم لإلها وإعادة تشغيلها ليتم استخدامها في مدينة حلب القديمة في المواقع حسب اللزوم وحسب المطلوب. إذا ملاحظ كمان حاليا عندنا نحن حاليا ورشات الحجر اللي عم بتتم حاليا إعادة تشغيلها وإعادة تهيئتها لترميم المدينة القديمة والمباشرة بالمشاريع القادمة إن شاء الله لشركة إحياء والمساهمة في إعادة الحياة للمدينة القديمة. حاليا هلا الشباب كلهم عم يقوموا، إذا بنلاحظ الشباب عندنا هون عم يقوموا بأعمال الشاحوطة اللي هو النموذج المتبع في بناء المدينة القديمة، بالإضافة إلى موضوع الأقواس والتخطيمات، موضوع عنا الأدراج شلون عم يستعملوها، عنا موضوع الأعمدة والتيجان إذا بنلاحظ البازلت المستخدم، كافة العدد موجودة وعم يتم تأهيل شباب حاليا ليساهموا في إعادة إحياء المدينة القديمة لحتى يرجع، عم يرجع الحجر بالضبط، يرجع الحجر يتكلم بروح المدينة القديمة، إعادة الحياة والرونق لها بإذن الله. تمام، هون عم نشوف كمان في آليات ضخمة هون كمان عم تشتغل. هاي الآليات إن شاء الله عم يتم زجها وتم تهيئتها وشراء لتأهيل للاستخدام بالمشاريع القادمة للمدينة القديمة، وعندنا مشاريع نحن إن شاء الله للشركة قادمة بالمدينة القديمة مثل الكارلتون ومثل مشاريع تانية إن شاء الله. هلأ بنحكي نحن عندنا حاليا تم استخدام تركسين 220 و180، عندنا موضوع الجي سي اللي هو بيساعدنا إن شاء الله يعني رفع المواد للأبنية العالية، عندنا بواقر بمقاسات مختلفة، عندنا الدنابر هدول خاصات بالمدينة القديمة حصرا، بالإضافة لقلابات صغيرة وصهاريج مياه وسيارات من النوع الصغير للدخول استطراق الأحياء القديمة والشوارع. في مشاريع أخرى غير كراج السفاحية إن شاء الله، تمام، تكون على كامل امتداد من المساحة الجغرافية للمدينة القديمة. نعم، في عنا هون كمان هاي الآليات، تمام، هاي رح تستخدم طبعا استخدمناها في المشروع الحالي اللي نحن قائمين حاليا فيه، ولمشاريع أخرى كمان بالضبط تم تهيئة الساحة الموجودة حاليا اللي واقفة حاليا علي الآليات، يعني بواقر بأحجام مختلفة وعندنا بوبكات، عندنا يعني كل شيء بيتطلب آليات في إعادة تأهيل المدينة القديمة موجودة حاليا، ونحن جاهزين للانطلاق مباشرة في إحياء المدينة القديمة. أستاذ منذر مدير المتابعة بشركة إحياء القديمة، شكرا لك وشكرا على هالتفاصيل وشكرا على حجم العمل يلي عم نشوفه حاليا. أهلا وسهلا شادي، مثل ما عم نشوف حركة عمل ضخمة لإعادة الألق لمدينة حلب، أعود إليك شادي. شكرا لك صبحي، ويعطيكم ألف عافية وتحية لهالأشاوس الأبطال اللي بنرفع راسنا فيهم الحقيقة، الأيدي العاملة الماهرة والخبرات السورية الحلبية التي نعتز بها. أستاذ أحمد، يعني يعجز اللسان على الوصف، احكي لنا عن شو يعني كراج السفاحية، شو بدكم تعملوا فيه؟ قمنا كراج السفاحية هو عبارة عن مجمع كبير يضم جميع الفعاليات الهندسية والفنية والإدارية والآليات وإحياء الحرف على مساحة طابقية تضم 10,000 متر مربع وما يزيد 10,000 متر مربع. هذا هو القسم اللي سلم من الإرهاب، من التفجير، من التدمير، نقوم بإعادة ترميمه وتأهيله توظيفه لننطلق منه في إحياء بقية المشاريع وتنفيذ بقية المشاريع التي تمتد على مساحة طابقية في المدينة القديمة فقط
300,000 متر مربع طابقي ستقوم. بدنا نهدي شوي اللي بسمك. عنا 300,000 متر مربع. عنا 300,000 متر مربع طابقي ستقوم مجموعة إحياء بتأهيلة وتنفيذة واستثمارة بما يخدم حلب القديمة بالـ 2022. بداية انطلاقتنا في 2022 وإن شاء الله مستمرين ورح نتميز ورح نتقدم، وإن شاء الله الشيء اللي عنا الموجود في مجموعة إحياء حلب القديمة مو موجود بأي مكان تاني، وفي تفاصيل كثيرة رح نعيفها مفاجآت للمراحل المقبلة، لأني قمنا بتحضير وإعداد كوادر علمية فنية حرفية لمرحلة إعادة الإعمار وإحياء حلب القديمة، وستضع بصمة كبيرة في إحياء حلب القديمة وفي إعادة إعمار حلب القديمة. طيب، خلال جولتنا بهذا المبنى بالطابق الأرضي لاحظنا وجود عدد أيضا غير مديرية التدريب والتأهيل اللي عندكم. نعم. عدد من المختصين يبدو عم بيدربون دكاترة وأساتذة. شو طبعا. غير التدريب اختصاصي؟ عندنا فريق استشاري من كبار المهندسين العاملين في مجال الهندسة وإعادة الإعمار على مستوى سوريا، تم توظيفهم وزجهم في طاقم مجموعة أحياء حلب القديمة وتوظيفهم بما يخدم هالشباب الخريج الجديد، وتوظيفه وإعداد وإعداد صحيح علمي وعلمي وعملي، لأني نحن نتميز بالجانب العلمي ونتميز بالجانب العملي. عندنا شيء إعدادي وعندنا شيء تنفيذي، طبعاً مجال ما رح يلاقوا في أي مكان تاني هالفرص. هاي الشباب عم نستقطب الشباب، منعلمهم ومندربهم ومنحطهم في بداية الطريق لينطلقوا في أمام مستقبل إعادة أعمار حلب وسوريا بإذن الله تعالى. منين جايبين هاي الثقة أستاذ أحمد؟ الحمد لله الحمد لله. الإمكانيات موجودة. نحن نتميز بكادر كبير من المعدات الهندسية والآليات الهندسية، شاهدنا جزء منهم التي تعمل. طبعا هذا جزء صغير من المعدات الهندسية التي تتميز بها مجموعة أحياء حلب القديمة للعمل ضمن مشاريع حلب القديمة. طبعا حلب القديمة لها خصوصية بتنفيذها، بإعادة إعمارها، بإعادة أحياء. نحن مختصين في هذا المجال ومتميزين في هذا المجال، وسنضع بصمة بإذن الله تعالى للأجيال القادمة. يعني ثقة أكيد، لو ما تملكون كل هذه الإمكانيات ليس بإمكانك التحدث بهذه الثقة. الشيء اللي لاحظته لما عم نعمل الجولة تحت، الرسم الفسيفساء يعني جنب بعض كلهم عم بيكونوا، وحتى الترتيب والانتقال بسلاسة وكذا إلى آخره، هذا الشيء يعني أبهرني الحقيقة أنا على مستوى الشخصي. لكن الشيء اللي أقوله أنه بنفس الوقت بهذا المكان اللي مجمع تحت لاحظنا أنه في مشاريع قائمة ومشاريع نفذتوها بالتقرير. طبعاً يعني طبعاً. كيف قدرتوا تخططوا كل هذا بظل نحن حصار وأواوا إلى آخره؟ الإرادة موجودة، الإرادة أستاذ شادي، لما بتكون موجودة الإرادة تصنع المعجزات والمستحيلات. نحن من هذا الشعار انطلقنا ومستمرين بإذن الله تعالى. سوريا حبيبتنا كلياتنا وغالي علينا كلياتنا، وحلب حلب إلى مكانة كتير كبيرة، يعني حلب قلعة حلب ورمزية حلب، ونحن مشاريعنا كلها حول حلب، حول قلعة حلب. يعني هالمكان هاد له خصوصية لكل إنسان حلبي، لكل إنسان عايش بهالمكان هاد. نحن انطلاقا وإيزانا بمرحلة إعادة الإعمار سنقوم بواجبنا على أكمل وجه لإعادة الألق إلى حلب القديمة ونفض الغبار عنا، وإعادة النشاط التجاري والسياحي والاستثماري والسكني بإذن الله تعالى. لاحظنا بالتقارير أن هناك الكثير من المشاريع السكنية الخاصة أنتم عم ترمموها، سواء تابعة للمجموعة وسواء كان ملك خاص، بالإضافة إلى الحمامات والفناء. يعني نرجع نشوف حمامات وكذا. طبعاً. هي مفاجآت، هي رح نعيفها مفاجآت لمرحلة قادمة. في عنا العديد من المشاريع التي تم دراسة وإعدادها بشكل كامل، وسنقوم بإطلاق شرارة البدء خلال فترة قريبة إن شاء الله من الأشهر القادمة إن شاء الله، إذانا ببدء مرحلة إحياء حلب القديمة. بالإضافة لما قمتم بإحيائه. طبعا. أو ما قامت إحياء بإحيائه. بالضبط. قمنا سابقا بإعداد وتأهيل جزء كتير كبير لمرحلة الإحياء الكبيرة، وإن شاء الله يعني
رح نشوف القادم أعظم. القادم أعظم معكم نحن هلا، هذا كله توثيق للشيء اللي بدنا نصوره بال 2022 إن شاء الله. إن شاء شكرا إن شاء الله. لك المهندس أحمد خزران المدير العام لمجموعة أحياء حلب القديمة، شكرا لهذه المعلومات. طبعا لا تعليق ولا كلام يصف عندما نقول هذه المجموعة تحمل اسم إحياء حلب القديمة، فنربط دائما الكلام بالعمل، وهذا ما يعنيه تماما 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 شعار الأمل بالعمل. ويبقى القادم أعظم بكثير، بالتوفيق إن شاء الله. وحتى ألتقي بكم مشاهدينا بحلقة جديدة مع شركات التابعة لمجموعة قاطرجي القابضة المختصة من الألف إلى الياء بكل شيء. فكنا معكم بقاطرجي الهندسية للصناعات الهندسية والميكانيكية، كنا معكم بأرفادة للمشتقات البترولية، كنا معكم بمعمل الشرق لدرفلت الحديد، واليوم معكم من هنا من تراث وعبق حلب التي هي دائما في عيوني وقلب القائد والدولة السورية والجيش والقوات المسلحة. أصرينا وأصرت إدارة مجموعة قاطرجي القابضة أن تكون الحلقة من قلب المدينة القديمة. حتى ألتقي بكم، هو شادي حلو يحييكم أطيب المنى. السلام عليكم.